متابعينا بصباحنا لليوم، يعني حكينا عن كيفية صيام الأطفال، ولكن هلا بدنا نحكي عن النظام الغذائي الصحي والصحيح للكبار وللصغار، وكيف فينا نحن نحافظ على صحة جسمنا بالدرجة الأولى، ناخذ أكثر عدد من الفيتامينات من الإفطار، من الوجبات يلي نحن عم نعملها خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا نحافظ على وزننا المثالي ونعطي طاقة كمان لجسمنا. يعني كثير بنلاحظ انه بعد الفطور خلص انا ما عاد فيني اتحرك من الاكل الكثير، كثير الواحد بيثقل الاكل وبشرب وشوربه واكثر من قصه، فما بيقدر يتحرك بعد الفطور بالمره. كل هالتساؤلات نحن رح نحكي عنها، وحتى نحكي عنها ايضا بدنا نرحب باخصائيه التغذيه الدكتوره دينا العطار. صباح الخير صباح دكتوره. النور، اهلا وسهلا. صباحك رمضان كريم علينا وعليك يا رب. رمضان كريم، نعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والسعادة. وعليكم وعلى شعبنا كله وعلى وطننا. بالبداية حبلش معك، كثير من الأسئلة بيسألوها السيدات، نحن ما في عنا نظام غذائي بشهر رمضان المبارك، بيقولوا لك أول شيء أنه كثير صعب، يعني كيف بدنا نلتزم بالأكل ونحن عم نفطر مثلا مرة واحدة باليوم؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا بداية شهر رمضان هو راح لعادات وتقاليد أكثر مما هو يعني اللي لازم يكون فيه بصراحة، يعني نحن شهر رمضان عن جد مشان ناكل وجبتين ونخلي الفترة الكبيرة اللي هي فترة الصيام حتى يتنظف فيها الجسم، تتجدد فيها الخلايا، ما هو رب العالمين خلق هذا الشهر لحتى يصلح كل شيء فيه مشاكل بالجسم ولحتى يساعد الجسم يرجع يأقلع من جديد، كل أنظمة الرجيمات العالمية عم تروح لهذا الشيء لتوصل للنقطة. صيام متقطع كلياتنا صرنا سمعانين فيه وبنعرف صيام متقطع او الكيتو او كل انواع الرجيم تعتمد انه رحنا حتى نوصل لهي النقطه، نرفع الجروس هرمون حتى يرجع يحرق جسمنا جديد، ننظف جسمنا، نعمل خلايا جديده حتى يؤدي فعاليه احسن جسمنا. فبرمضان بالذات لازم نتبع بعض الامور يلي تخلي انه رحنا بعد الفطور ما نخرب كل شيء سويناه قبل الفطور. تماما. دكتوره نحن يعني حكينا بالمقدمه انه كثير في من العادات الخاطئه يلي نحن بنقوم فيها على مائده الفطور، هلا اكيد بوقتنا هلا والوضع الاقتصادي الصعب ما عاد في موائد ودهون ولحوم مثل قبل، ولكن في موائد وفي تشكيل بالاصناف. أكيد. بالبدايه هل انت مع تشكيل الاصناف؟ ثانيا كيف نحن لازم نبلش بتدرجات السلطه، الشوربه، الاكل الدسم؟ تمام، نحن حنحكي بتدريج، نحن قدنا المغرب، شو لازم نعمل اول شيء؟ اول شيء لازم ناخذ مي، اول شيء المي ما لازم تكون بارده من حراره الغرفه من حراره الغرفه او ابرد شوي، معلش ما في مشكله، طبعا هلا صار شويه شوب، شيء نحن نتقبله بس ما يكون كثير شيء بارد، اهم شيء انه نشرب المي على 3 مرات، ما نشرب كاسه مي كثير كبيره فرد مره جرعه، انت يعني عم تعملي للمعده شوك، العصب تبعها عم يولول يعني، انت ابدا ما في شيء لحتى انت توصلي، شوي شوي على مرحله ناخذ نفس، على مرحله ثانيه ناخذ نفس، فرحنا بهيك نبهنا الكبد انه انت حيجيك سائل، حيجيك شيء بعد هذا الصيام الطويل، فاول ما شربنا مي على 3 مرات، بالنهايه بعد خلصنا المي رحنا ممكن ناخذ تمره، هلا اذا انا عم حافظ على الدايت تبعي فانا بنتبه اني اخذ تمره مو 3 تمرات، اذا بنتبه مشان احفظ الكالوري تبعي مشان اخلي مجال لشيء ثاني، ممكن اخذ تمره، فهون انا الجسم اخذ السائل اللي هو بده اياه، اعطيت تنبيه للمخ انه انت بدك السكر الاستجابه للسكر الجلوكوز اللي ناقص بالجسم بالتمره وصلت بشكل كثير سريع، ردينا بلشنا، اول ما بنبلش انا بفضل انه نبلش بالشوربه، ممكن نبلش بصحن السلطه كمان حسب الرغبه، انا ما عندي مشكله فيها، بس رحنا صحن الشوربه هو حيكون لانه سهل الامتصاص، بيكون فيه مغذيات بسيطه سهله الامتصاص، سريعه بالنسبه للمعده، معناها صعبه الهضم، خلصنا صحن الشوربه حنبلش بالسلطه يلي هي فتوش، سلطه غربيه، اي شيء رحنا عاملينه المهم يكون فيها مكونات كثيره، وكل ما كان صحن السلطه فيه اكثر بندوره، خيار، خس، فجل، بصل، اي شيء من الاعشاب، اي شيء فريش، اي شيء من الخيار البلدي. تمام. والبندوره تمام، هدول كلياتهم هن بمتناول اي حدا وممكن يكونوا هن كثير يعطونا حتى يساعدوا لانه هن مليانين بالالياف وبالسوائل المي، كمان حيعوضوا جسمنا. هلا في كثير ناس دكتور بتفضل، ما حقاطعك لحتى نكفي لهي، بس عم بحكي على الحجم،
في ناس بتبلش بالشوربة بتصير تقيلة على معدتها مع كاسة المي مع التمر مع السلطة بتوقف أكل ما بقى فيها تاكل الوجبة الرئيسية. بس خلينا نحكي بالإضافة لتسلسل الأغذية عن الكميات. تمام. هلأ كمية رحنا شربنا كاسة مي وتمرة. هلأ ككمية زبدية الشوربة أول شيء أنا بقول إنه رحنا ما لازم تكون محتوية على دهون كتير كبيرة، لأنه أنا هون عم شكل تلبك للمعدة أكثر معه. رحنا شو قلنا؟ قلنا إنه بدنا شيء سهل الامتصاص. رحنا الشوربات برمضان ليه؟ لأنه هي أغلبها سائل وفيها شوية فوائد غذائية. يعني نحنا حيكون إذا شوربة عدس أو شوربة خضر أو حتى شوربة فطر أو شوربة دجاج كلياتها فيها سوائل، فرحنا مشان نستفاد من قيمتها الغذائية فلازم تكون خفيفة. هلا انا فيني استفيد بكبجايه وحيده، انه قد غرف معلقات كبجايه اني اخذها كزبديه صغيره لحتى هيئ الجسم والمعده انه انا حينزل لك طعام صلب. نعرف كلياتنا انه هضم الطعام الصلب اصعب من هضم السائل، فرحنا هيئنا له. في كثير ناس انا اخذت المي التمره او الشوربه وهون وقفت، ممكن اني اوقف، ممكن ارتاح 10 دقائق، ممكن انه يقوموا يصلوا مثلا المغرب يرتاحوا شوي وممكن يرجعوا يتابعوا طعامهم. اذا عندي كثير شهيه وجوعانه وما قادره اوقف فممكن انا اكمل. هلا بحيث انه انا اذا بدي اقول لك انه رحنا كل هذا الترتيب، فانا مشان ما اقول 1 2 3 4 كيف حامشي فيهم بدنا نوصل للوجبه الاساسيه، فرحنا ممكن نقسم الصحن تبعنا. اخذنا زبديه شوربه بسيطه، ممكن نقسم الصحن تبعنا هو نحط 3/4 السلطه مع اليخانه اللي رحنا طابخين او اي شيء من طبخ البيت. انا بفضل انه رحنا ما نعمل كذا نوع، طبعا رحنا من عاداتنا يعني اللي نعمل كذا نوع بشهر رمضان، انه رحنا الفول والفته والشوربه والاكله الرئيسيه والسمبوسك والكبه والمقبلات والوجبه والبراك وكذا. فرحنا نحاول ننسق انه يوم رحنا عاملين مثلا شوربه مع سمبوسكه فهن كافيين اعطيناهم، وبعدين رحنا بهالوضع الاقتصادي كمان رحنا ممكن حتى نوفر عن نفسنا بكثير شغلات بسيطه. يعني رحنا حتى بالشوربه ممكن نستغل انه رحنا مثلا سالقين دجاج قبل بالنهار، اخذنا مرقه دجاج فاستفدنا من الشيء تبع المرقه اللي فيها هي، فاستفدنا منها هي نفسها، مثلا اخذنا عملنا فيها شيء من الطبخ. فممكن هون رحنا ست البيت توفر وتنتبه. ممكن اذا انا ما عندي اي نوع من انواع البروتين ممكن استفاد من البروتين النباتي. يعني انا ممكن اعمل سلطه هي عباره عن سبانخ طفله شويه عدس، فانا جمعت بين 2 بروتين نباتي حيعدلوا لي مثلا بروتين حيواني يعطوني شوي. ممكن نجيب الصويا نسلقها نزيدها للسلطه تبعنا فحتعطينا كمان قيمه غذائيه بروتينيه تساعد اطفالنا، وخاصه اذا عندنا اطفال عم تصوم او شباب بعمر الدراسه حيساعدهم جدا. بعد ما خلصنا رحنا وصلنا بهالتدريج هذا وصلنا للطبق الاساسي، فانا افضل انه ابدا ما ناخذ لا حلو ولا نشرب مي او اي عصائر خلال وجبه الافطار نهائيا، لانه كله هذا حيعمل تلبك للمعده اكثر ما حيعمل وانا بفضل انه رحنا نقوم يعني منا شبعانين للتوب التوب، يعني شوي ناقصه من نقدر نكفي نهارنا. خلينا نحكي دكتور على قصه كثير مهمه، كثير من الصبايا بيعانوا من السمنه بشهر رمضان المبارك من الاكل الزايد كثير وعدم الحركه يعني مثلا بياكلوا خلص قعدوا بعد الفطور ما عاد بدهم يتحركوا، بالاضافه للسناكات اللي بياكلوها، بالاضافه لوجبه السحور، حتى وجبه السحور عم تكون ثقيله، يعني عم بياكلوا فيها خبز وعم بياكلوا فيها كثير اشياء يعني بتزيد الوزن. خلينا نحكي دكتوره عن هي القصص، انه السحور شو هو المفروض يكون فيه؟ يلي عامل دايت يتسحر ولا ما يتسحر؟ هذا كثير سؤال كثير عم يسالوا، يعني نحن المفروض ناكل مره واحده نستنى ثاني يوم نفطر بننحف هيك، ولا المفروض نتناول وجبه السحور؟ ابدا اذا عم ندور على انه نحن نكون ننحف فاكيد لازم نتسحر، غلط كثير نحن نكون على وجبه واحده. كثير بتجينا بالعياده لانه هو شخص طول النهار برات البيت بيجي بياكل مساء وجبه واحده فبيوقف الحرق، نحن السحور حيساعدنا ليعطينا طاقه ثانيه لثاني نهار، يعني كل ما اخرنا السحور هو افضل. تمام. وثاني شيء لا لازم ناخذ هي الوجبه لانه نحن عم نجدد الحرق تبع الجسم. طيب ما نعمل بلوك في منهم عم يتسحروا مثلا تمر بس، المفروض يتسحروا اكيد غلط اكيد غلط. تمام. اي شيء انا باخده التمر هو محتوي على سكريات، محتوي على على حريرات عاليه، فانا اي لو تفاحه رحنا قلنا تفاحه انا ما حاكل شيء انا حتسحر فواكه، فكمان هذا غلط لانه انت عم تجمعي كميه سكر عاليه وتاخذيها. انا ما استفدت، انا السكر بعد ربع ساعه نص ساعه حينحرق وما حاستفاد منه. لازم يكون بوجبه السحور وجبه السحور يكون عندنا شيء من البروتين، يعني ممكن رحنا ناجل سلطه الفول او سلطه
سلطه الحمص، نعملها سلطه مرافقه لشقفه جبنه، ممكن ناخذ كوب لبن، ممكن ناخذ شويه شوفان، كل هدول حيساعدونا. اهم شيء اذا بدنا ناخذ شيء من النشويات يكون نشويات مركبه، لانه حتى يكون فيها الياف تساعدنا على الشبع وقت طويل، بالاضافه الى نوع من انواع البروتين، لانه البروتين بده وقت طويل لينهضم، فهذا اللي حيساعدنا انه رحنا نضل ثاني يوم شبعانين وعندنا قوه وطاقه. نعم دكتورة، في سؤال كمان كتير مهم، هلا يعني الله يحمي الكل ضمن موجة كورونا وضمن يعني المرض يلي مرقنا فيه. تمام. كل حدا مننا، يمكن أغلب الناس صار عندها كورونا، كنا عم نحكي على الفيتامينز، انه في كثير منهم وقفوهم لانه ما بيصير ناخذ فيتامينز بالليل على الفطور، يعني قصدي بعد الافطار. هل هالشيء صح؟ وكيف نحن فينا نعوض هاي الفيتامينز يلي لازم جسمنا هو بحاجه لها كثير بعد الاصابه بكورونا او بعد الاصابه باي مرض، كيف فينا نعوضها نحن؟ وهل صحيح انه ما بيصير ناخذها بالليل؟ لا فينا. هلا طبعا في بعض الفيتامينات هي بتنشط مثل فيتامين سي، فاذا بدي اخذها ونام اكيد ما حنام. بس كمان في شغلات انه انا اذا جسمي عن جد بحاجه فانا ما لازم اوقفها. الفيتامينات فيها يعني في اعراض بتطلع على الجسم، فانا اذا بعرف انه انا عم تقصف شعري، شحوب بالوش، عم يصير عندي رجفه، عم يصير عندي نقص بنواحي معينه، فاكيد انا عندي نقص كثير كبير. هلا انا بفضل وكلياتنا بنفضل انه رحنا ناخذ الفيتامينات والمعادن من خلال اكلنا المتوازن، بس انا اذا بعرف انه انا عم حلله وعندي نقص كثير كبير بالفيتامينات فاكيد ما حيتعوض، خاصه بشهر رمضان من الاكل، لانه احتمال يكون انا مالي قادره اخذ الكميه المناسبه يلي هي تغطي احتياجاتي، فبنلجا للسبلمنت. بس انا فيني اخذه اذا فيه فيتامين سي او فيه فيتامينات بي اللي منشطه كثير، فيني اخذه مع الفطور مع الوجبه الاساسيه، وننتبه اذا فيتامين د كمان مع الوجبه الاساسيه. ومع الوجبه الاساسيه حقلك ليلى هون، اذا في شغلات بحاجه لدهون لتمتص مثل الفيتامين اي والفيتامين د، فبمجمل السحور بكثير ممكن يكون انه فيه دهون، يعني الا اذا عم باكل زيت مثلا، فيه شيء فيه زيت، فنفضل مع الوجبه الاساسيه ناخذه، وحتى اذا في شيء منشط فانا مع الوقت هون للسحور حقدر اني نام. هلا انا اذا عم باخذه بشكل دائم مو اليوم حبلش فيه فما عندي مشكله، ممكن اخذها على السحور ونام، لانه اوريدي انا يعني بعد السحور هن تقريبا 4-5 ساعات حنامهم وفي بعدين لنشاطي الاتي يعني. فممكن اخذهم وما بنوقف اي فيتامين اذا ما بنراجع الطبيب تبعنا وبنشوف كميه التحاليل تبعنا لوين وصلت. طيب دكتوره، كثير من الاشخاص مرضى من الكورونا كمال الحديث ليا بس عم بيصوموا بشهر رمضان المبارك، هل هذا الشيء بياثر عليهم؟ بياثر على صحتهم؟ المفروض يصوموا ولا المفروض لا؟ وصلنا 20 يوم انا وياكي تقريبا 20 يوم. تمام يعني تمام. هلا ما بنعدي هلا الوضع، انا اللي انا بقدر احدد قد ما هو الطبيب، طالما 20 يوم رحنا بنقول رحنا خلصنا من الفتره، بس رحنا في فتره نقاهه هون وترميم للجسم، فرحنا بحاجه اذا بدنا نصوم وجسمنا قادر، طبعا اذا شباب مو اولاد صغار او رجال كبير اكيد ممنوع من الصيام بهي الحاله، لانه كثير لسه بده جسمه ترميم، بتحسي انه بعد الكورونا ما عندك هالقوه، لانه الكورونا عم تسحب اول شيء من الجسم هو اللي عم تسحبه الحديد. الحديد هو كثير مصدر اساسي بالجسم، يعني بتلاقي الارهاق اهم الميزات فيه، يعني فيتامين د والحديد كلهم بتلاقيهم كثير نازلين بعد الكورونا، فرحنا هدول كثير ضروري ان نعوضهم، اذا قادرين نعوضهم من خلال الاكل فكثير منيح، اذا تحاليلنا ودكتورنا قال انه لسه جسمنا ما بيسمح ممكن بعد هي ال20 لسه يكون في مثلا بقايا بسيطه بالصدر او شيء او بلغم او كذا، فرحنا ما بنقدر نصوم، فهذا انا بتركه اكثر للطبيب هو يحدده، وطبعا رحنا قادرين نقيم نفسنا انه اذا قادرين او لا. نعم. طب دكتوره، انت مع الحبه يلي فيها هي المالتي اللي فيها كل الفيتامينز ولا مع لا لكل فيتامين له اذا النقص شديد اكيد ما بتغطي المالتي فيتامين الحبه الواحده، لانه رحنا الحبه الواحده حتى اذا بتروحي على الصيدليه بتشوفي ففي شيء للاطفال، في شيء للبالغين، في شيء لعمر 12 سنه، في شيء للكبار بالعمر، فكل حدا انت حتشوفي حتقري انه انا فيهم مثلا نسبه 0.3 من فيتامين اي،
مثلا 0.5 من فيتامين بي. فانا هدول هن متممين يعني بشكل بسيط، بس ما لهم مداويين للنقص الكبير اللي عندي. انا وقت بيجيني حدا عنده نقص كثير كبير فممكن حتى الجأ للابر، ما عاد يمشي الحال اني انا اخذ بس حبه لا او متمم غذائي او اعتني باكلي، يعني عرفتي كيف؟ فانا عندي نقص كثير كبير ممكن الجأ انه انا بلش بالابر لحتى اوصل للحب. لحتى المالتي فيتامين اذا في نقص غير كافيين. غير كافيين. نعم. دكتوره دائما بشهر رمضان المبارك بعد الفطور بصير كلياتنا بدنا ناكل حلو، ويمكن بكميه ما بناكلها بالعاده بس بشهر رمضان المبارك. تمام. خلينا نحكي عن الحلو المسموح، يعني قديش فيني انا اكل باليوم بس كمان ضل انه ما بدي انه اتضايق، ما بدي زيد وزني، يعني ضل بالسيف سايد مثل ما بيقولوا. هلا اكيد انا وعم باكل فانا حاسس بحساب انه انا لسه جسمي بده شيء حلو، فانا ليش قلت انه اذا نحن عاملين دايت كنا تمره واحده، فخلينا مجال انه نكمل الكالوري تبعنا انه ناخذ قطعه حلو. فاي قطعه حلو انا اذا مالي عامله دايت او انا ماشي على نظام غذائي معين بحريرات معينه، انا شخص عادي اموري منيحه ما عندي اي مشكله، فانا فيني اتحلى بقطعه حلو صغيره من اي نوع. من اي نوع؟ طبعا انا ما ححط الصينيه كلها واكلها، طبعا اكيد رحنا بشهر رمضان بزيد انواع الحلويات وبتزيد المشروبات الرمضانيه وبتزيد القعدات وبتزيد هاي الامور، فرحنا مشان نراعي هذا الموضوع بنخلي شوي من اكلنا لحتى ناخذ قطعه صغيره. انا بفضل اذا رحنا عاملين دايت انه رحنا نقول مثلا انا عندي يومين بالاسبوع ممكن اخذ فيهم حلو، فشوف اكثر شغله حاببتها او جعبالي اياها ممكن تنعمل برمضان ما تنعمل بوقت ثاني. مثلا مثلا لنفترض ناعم او معروك، قد ايه ناعم مثلا انه رحنا بعاد عنه انه مقلي وسكريات وكذا، ممكن اخذ شقفه صغيره بس بنكون انه بقدر معين ما نكتر كثير، مو انا عم باكل بعد الفطور ولهون وبعد ساعه وبعد ساعتين. واذا حابين ناخذ قطعه حلو فلازم نمشي لنا شوي، اذا ما كنا مارسين رياضتنا قبل الفطور فلازم رحنا نمشي شوي. يمكن اقل من دقيقه دكتوره، خلينا بس ننوه على نقطه الرياضه، ايمت لازم تكون وقديش مهم بشهر رمضان الكريم لكل الاعمار؟ كثير الرياضه هي شيء اساسي بالحياه، وما اذا كان في رمضان رحنا وقفنا، بالعكس بعد الصيام الجسم مفروض رحنا قد ايه بنعاني اول فتره انه الجسم بيقل السكر فيه ليفوت بالحاله الثانيه، يعني لاخر رمضان نقول اعتدنا، فينا نعمل رياضه؟ فينا نعمل رياضه، اذا قادرين الصبح فينا نعمل رياضه، طبعا حسب اذا شاب اذا صغير اذا كبير حسب هو طاقته. احسن رياضه نعملها هي الساعه اللي قبل الفطور من 5 لـ 6. هلا تقولي انا جايه من شغلي وتعبانه وبدي فوت على المطبخ، صعب كثير علي هذا الوقت، اوكي ما عندي مشكله، فيكي تعمليها بعد الفطور، فيكي تعمليها باي وقت انت قادره فيه، بس رحنا بنقول قبل الفطور لانه بنكون خلصت مخازن السكر وبفوت على حرق الدهون، يعني رحنا بنستغل اكثر انه نكون عم نحرق دهون. بس انا عن جد جربت هالطريقه رمضان الماضي، يعني قبل الفطور بساعه العب رياضه بس كنت اكل وجبه واحده باليوم، منحفت 5 كيلو بشهر رمضان المبارك. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. اهلا وسهلا فيك. كثير لك دكتوره، ورمضان كريم عليك وعائلتك يا رب. علينا وعليكم.